بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نوافيكم كالعادة بالحصيلة اليومية للترصد الوبائي لداء كوفيد 19 ببلادنا المتعلقة ب24 ساعة ما بين الساعة الرابعة اللي بعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة ليومه الاثنين 25 ماي 2020، حيث إنه خلال هذه 24 ساعة أكدت مختلف المختبرات الوطنية المساهمة في عملية التشخيص المخبري وجود 99 حالة إضافية جديدة خلال هذه 24 ساعة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة ببلادنا منذ بداية الوباء 7532 حالة. هذه الحالات سجلت جلها وبالضبط 85 منها ضمن عمليات إما الكشف لدى أشخاص لا تبدو عليهم أعراض المرض أو في إطار التحري الوبائي ما بين المخالطين لحالات مرضية أخرى. وقد تم تشخيص هذه الحالات على وجه الخصوص بجهة الدار البيضاء السطات، حيث إن 61 حالة من بينها 99 تم اكتشافها بهذه الجهة، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة ب24 حالة، ثم تأتي جهات أخرى هي رباط سلا القنيطرة، مراكش أسفي، سوس ماسة، وفاس مكناس، على أن باقي الجهات لم تسجل حالات خلال هذه 24 ساعة. وفي المقابل استبعدت المختبرات جراء نتائج سالبة لفيروس كورونا المستجد ما مجموعه 9222 حالة كان مشتبه إصابتها بهذا الفيروس، إلا أنه كما قلت جاءت النتائج المخبرية سلبية، فيصبح عدد الحالات المستبعدة ببلادنا منذ بداية الوباء طبقا طبيعة الحال للمعايير المعتمدة هو 144671 حالة. بالنسبة للتوزيع الجغرافي للنسبة المئوية لمجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء يبقى تقريبا هو، حيث إن جهة الدار البيضاء السطات سجلت بها ما يقارب ثلث الحالات، متبوعة بجهة مراكش أسفي بما يقارب 18% الحالات، ثم جهتا فاس مكناس ورباط سلا القنيطرة بما يفوق 13%، ثم جهتا رباط سلا القنيطرة ودرعا تافيلات، وتأتي بعيدا الجهات الأخرى. خلال هذه 24 ساعة أيضا تم التبليغ عن حالة وفاة واحدة إضافية جراء الإصابة بهذا المرض، ليصير العدد الإجمالي لحالات الوفاة المرتبطة بهذا الداء منذ بداية الوباء ببلادنا 200 حالة، ولتبقى النسبة المئوية للإماتة مستقرة في حدود 2.7%. وخلال هذه 24 ساعة أيضا تم التصريح بشفاء ما مجموعه 71 حالة طبقا للمعايير المعتمدة من أجل التصريح بالشفاء، وليصير بذلك
إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء تماثلا تاما هو 4774 حالة، وتبقى النسبة المئوية للشفاء مستقرة في حدود 63.4% ديال الحالات. أخيرا، وتواصلا مع ما نتوصل به من أسئلة حول مؤشر انتشار المرض، فإنه إلى حدود اليوم سجل انخفاضا طفيفا، حيث إنه على الصعيد الوطني أصبح يساوي 0.76، لكنه يختلف من جهة لأخرى، ففي حين أنه نزل تحت عتبة 0.5 ببعض الجهات، فهو لا زال يقارب الواحد، وبالضبط 0.93 بجهة الدار البيضاء سطات. إذن كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لداء كوفيد 19 ببلادنا خلال هذه 24 ساعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.